اوكي ان شاء الله. هسه حكينا انه both of magnetic block وال phase block حسب الفيجر اللي ناقشناه انزل لتحت في المحاضره الماضيه. both of them they will have positive contribution بالماجنيتيود وبالفيز. بالماجنيتيود above the 0 dB يعني positive, وبالفيز above the ايش الزيرو انجل, وبالتالي both of them they have positive contribution. طيب خلينا نرجع محل ما كنا. يوم يكون عندي positive contribution شو تاثيره هذا على اللي هي الفيز كروس اوفر والجين كروس اوفر فريكوانسي؟ كونه بوزيتيف هذا شو راح يسوي لي؟ راح يسوي لي شيفتنج لمين؟ للفيز كروس اوفر والجين كروس اوفر لليسار ولا لليمين؟ قديم نرفع راح يعمل لي شيفتنج لوين؟ لليمين فور بوث اوف ذم. اوكي هسه يوم الفيز كروس اوفر شفت لليمين, هل هذا حسن؟ شنو لا تنسوا احنا قلنا بالنقطة التاسعة اوكي نشامع انه نفترض انه الفيز بلوت والماجنيتيك بلوت they are monotonically decreasing. اوكي بالتالي كون شفت الفيز الاوميجا بي هل عبارة عن راح يصير الجين مارجن اكبر وبالتالي increase the gain margin وبالتالي advantage. طيب هل هذا الحكي بنطبق على اللي هي الجين كروس اوفر؟ لا, شفتنج الجين كروس اوفر فريكوانسي لليمين راح يقلل اليمين راح يقلل لي الفيز مارجن وبالتالي هذا ايش؟ ديس ادفانتج. بالتالي هون النقطة التاسعة اللي ناقشناها في الشابتر الماضي البريفيس شابتر قلنا لك احنا قاعدين ناخذ هناك كل واحد اندفجوال بس يوم ناخذهم از كنترولر هون صفى عندي في ادفانتج وفي ايش؟ وفي ديس ادفانتج. اوكي نشامة. وبالتالي احنا بدنا نعمل كابيتاليزيشن او يوتيلايزيشن لمين؟ او فوكس على ادفانتج ونحاول نقلل الديس ادفانتج لاقل قدر ممكن ذات وي كان اللي مانيبوليت ويف. واضح يا هشام؟ طيب هسه خلينا نشوف الماكسيمم اللي هي فيز وين بحصل اللي هي الاوميجا ام. روحوا لي للفيجر هذا الماكسيمم فيز. هون في عندي تو فاليوز, الفاي ام اللي هي الماكسيمم فيز كفاليو, وفي عندي اوميجا ام اللي هي الفريكوانسي اللي عندها بناخذ مين؟ الفاي ام. بالتالي هاي عباره عن نقطه هاي اسمها اوميجا ام اللي هي الفريكوانسي اوف ماكسيمم فيز. هاي شو قيمتها؟ هاي بقول لك 1 اوفر سكوير روت اوف الفا وسكر السكوير روت في تي مش تمد. شايفينها ولا لا؟ 1 اوفر سكوير روت في الفا اوف الفا ملتبلاي باي تي والسكوير روت مش عليهم الاثنين. طيب والماكسيمم فيز عندها هاي قيمته. طب هون احنا مفترضين اي سيناريو من السيناريوز اللي بالمحاضره الماضيه ناقشناها قلنا لك في عندك 3 سيناريوز اوفرلابينج ونون اوفرلابينج. اوكي بالتالي هذا الحكي على مفترضين الاوفرلابينج ولا لا؟ الاوفرلابينج سيناريو. انه شو الاوفرلابينج سيناريو؟ شو يعني؟ البوينت 1 ايش؟ بوينت 1 هاي ان شاء الله البوينت 1 هاي اقل من مين؟ من التن. بالتالي في عندي اوفرلابينج او انترفيرنس بين التو فريكوانسيز. بالتالي هون ان شاء الله بدنا نعرف انه الفريكوانسي اوف ماكسيموم فيز 1 اوفر سكوير روت اوف الفا ملتبلايد باي تي والماكسيموم فيز قيمته هي ساين انفرس اوف 1 ماينس الفا اوفر 1 بلس الفا. اوكي ان شاء الله. طيب خلينا نرجع ل اللي هي الخطوات. طيب هاي بقول لك عندك هون نشان الاوميجا ام هاي اللي هي الماكسيموم فيز تبعت الفريكونسي اوف ماكسيموم فيز والماكسيموم فيز قيمته الفاي ام اللي هي اللي هون دخلنا الساين على الجهتين سوى هاي الفورمولا يقول هذيك الفورمولا بوث اوف ذيم ذي ار ذا سيم صح؟ هناك كانت فاي ام ساين انفيرس هون ماخذين ساين فاي ام يساوي مين؟ يساوي اللي هي 1 ماينس الفا اوفر 1 بلس الف. هسه ان شاء الله ننزل تحت. طيب الماجنتيود تبع الكومبنسيتر عند اوميجا ام انزلي بالله هيا لاحظ احنا وين؟ هيا عند الاوميجا ام اذا طلعنا هون عملنا اكستنشن عند الاوميجا ام اللي هي شو مالها؟ 1 اوفر سكوير روت اوف الفا ملتبلايد باي تي. لا للمنسقين انا ما بتعامل مع افراد. هل مكتوب بالتعليمات هاي كله هذا مشروعك؟ اي والله ما وصلنا معقول ورق؟
خبروا قبل اخر تاسك عندهم 375 صفحه. ها؟ جد مشروع؟ ها مشروع ماده ولا تخرج؟ لا مشروع ماده. شو ما عندهم مستحيلات المفهوم. ما انتوا بتنصبوا الا بالجماعه اللي حابين ينزلوها معك، بس لا اللي راح ينزلوها معي راح يكونوا انتحاريين، وبالتالي راح ادللهم، راح اعطيهم عباره عن تاسكس خايف انها تكون مرتبه اللي يستفيدوا منها، اوكي؟ وبالتالي ان شاء الله يمكن في تاسك انضاف وصل فوق ال 400، هو مبين زي المعهم. المعهم مش فيها 400 ورقه؟ ها؟ فعباره عن اكيد الفوتو كوبينج ماشين بالمحل شو اسمه هذا، حط لهم معهم وعمل برنت. اوكي؟ باي ذا وي عمي مع الشباب، انا حكيتها قبل شوي لواحد من الشباب راجعني، يوم تروحوا وتطبعوا المشهور تبعكم، ديروا بالكم واحد دبساته مي يطبعه بالويب. شو لازم يروح يطبعه؟ بي دي اف. ليش؟ بي دي اف افتحوا على الكمبيوتر بغير الفورمات. هاي كانت الفصول الماضيه تصير معاي، والله يا دكتور رحت فتحت الفيرجن تبع الويرد، انا عندي 365 وهو عنده ما انا داري ويرد فيرجن عباره عن ايش؟ اقدم، وبالتالي اختلف الفورمات صح؟ يمكن يختلف الفورمات بالايكويشنز بالهيدرز بخصوص شو؟ يمكن عباره عن يزيد ينقص كله بيختلف. فبالتالي هاي الهند والاصل تكونوا عارفينها انه يوم تطبعوا خذ بي دي اف فيرجن عشان تكون وين انت؟ بالسليم من اي تغييرات في الكمبيوترز اللي بطبع وير. انا بتعامل مع الالكترونيك فيرجن هاي باك اب الي، بس يوم اصلح بصلح على مين؟ بصلح على البرنتد فيرجن. اوكي؟ بالتالي ديروا بالكم، نبه الشباب بلغهم. دكتور بس ناخذ حضور غياب الدوره؟ لا عشان مش لا اليوم خلاص، عشان النشام عباره عن ماكلين هواء، بس كل واحد على الطوارئ. ها 12 ونص بس اليوم التسليم. التسليم 12 ونص زي ما وعدتكم، واعطينا بونص في لا خلاص بطلنا البونص. لا ما هو كلهم عباره عن طب اسمع اقول لك. اوكي انا موجود هون اليوم، خليها للثنتين تسليم، تجيب يعني يسلموك للثنتين وانتم بتجيبوا لي اياه، عشان انا موجود هون اليوم للساعة 5. اوكي عندي محاضرة ماجستير، فبالتالي مددي لهم انه قولي لهم بتسلموا not after two to you. وانتم معكم الثنتين ونص تو مي. هذا مين؟ الهارد كوبي والسوفت كوبي بنفس توقيتها، 4:30 و5 ولا شو؟ انا ناسي. 4:30 ما بدريش، السوفت كوبي لا تغيير، اوكي؟ بس الهارد كوبي حتى نعطيهم متسع ونبي عليهم، اعلني انه يا نشامه اللي دبساتكم مي اطبعوا البي دي اف فيرجن مش الوورد فيرجن، نبي عليهم. اوكي نشامه، وين كنا قطعتها بالافكار؟ قلنا عند الاوميجا ام هاي قديش؟ قيمة الجين بالماجنتي بلوت عبارة عن 20 لوج بال 1 اوفر سكوير روت اوف 5. هذول هن اكثر شغلات مهمات. مين هن بعيدا؟ اوميجا ام، فاي ام، والجين تبع مين؟ تبع الماجنتيود هو. اوكي نشام، هذول هن الثري بارامترز اللي مهمات جدا واللي بدنا ناخذهم بعين الاعتبار. وقعت يا نشامه؟ طيب نرجع وين كنا؟ اوكي لا انزل تحت. هاي قلنا الماجنتيود ذا كومبنسيتر عند الاوميجا ام هي 20 لوج ال 1 اوفر سكوير روت اوف الفا، واضح يا شامة؟ وهون في ملاحظه بقول لك هاي الفاليو هاي هي عباره عن ابروكسيميشن لمين؟ اللي هي سمولر ذان الاكشوال، الاكشوال بيكون اكبر، الاكشوال بيكون ايش؟ اكبر. طيب بالهاي فريكونسيز، بالهاي فريكونسيز يا شامة قديش القيمة الجين تبع مين؟ النورماليزد كنترولر بالهاي فريكونسيز. لا تنسى انه عندي النورماليزد كنترولر، ارجع فوق وين راح؟ فوق 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 شوي. وين النورماليزد هاي؟ بالفري هاي فريكونسيز يا نشامه هل بنقدر نطير ال1 هون وال1 هون؟ صح؟ هو قلته زي الاردن مع الصين او مع الهند، مليار و350 مليون واحنا عباره عن 10 مليون، شو بيشتغلوا ولا شيء. وبالتالي يا نشامه هاي بتطير وهاي بتطير، بالتالي الجين تبعي هون بصير ايش؟ بصير 1 اوفر الفا بالنورمال سكيل، صح؟ طيب خلينا نرجع وين كنا؟
بالتالي هيها ال وين راحت اللي هي 1 اوفر الفا بالنورمال سكيل، ويوم ناخذها بالدي بي 20 لوج لون اوفر الفا. اوكي هذا الحكي اي ثينك اللي هيها مبينه هون هيها على الفكره الستري ستيت فاليو للجين 20 لوج ال 1 اوفر الفا. وضحت يا هشام؟ ات هاي فريكونسيز يعني يوم تمد هون مش عباره عن عند حوالي المنطقه هاي، لا يوم تستقر ويصير وصلنا للستري ستيت كيرز بيكون 20 لوج ال 1 اوفر اللي هي 1000. طيب خلينا نطلع فوق. ها؟ اطلع. اعلنتي لهم انه للثنتين؟ طيب بس يا هشام هو هاي ناقشناها. طيب هسه يا هشام اللي هي بنيجي هون مش قلنا الالفا اللهم صل على محمد صحيح انتم حضرتكم ولا لا؟ هذيك المره ناسيين الليزر بوينتر؟ اي ثينك جابوا لي اياه على المكتب. ما طلعت. جابوا لي اياه على المكتب. نسيت انا اعطيته لياسر لما كان عندي امتحان شكله نسي ياخذوه. جابوا لي اياه الطلاب اللي بالمحاضره اللي بعديها اللي هي المحاضره بعديها الدكتور رياض هون. جابوا لي اياه للمكتب فبالتالي تعالوا خذوه. اوكي عشان هذا بلش يعود. ها؟ ها؟ اخذتوه عشان ما فيش محاضره مودرن؟ لا احنا اخذناها احنا تبعنا مودرن. انا عارف، انا قلت لهم المودرن كله مسجل عشان تاخذوا راحتكم. انا لو انه هذا مسجل ومغطيه كان قلت لكم خلص ريحوا حالكم تجوش، بس هذا عباره عن من قبل كورونا كنت اغطيه، من كورونا وجاي وقفت. لا 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 هذا مهم، هذا مهم الديزاين، هذا الديزاين بدي تطلع يا نشامة من عندي كلياتكم عبارة عن عتا عتا عيد. اوكي يا نشامة بالتالي اللهم صل على النبي قلنا للليد كومبنسيتر قلنا شو الرينج تبع الالفا بين الزير والوان صح؟ بالتالي كل ما كانت باتجاه اليونيتي كل ما كانت ايش يا نشامة؟ الالفا باتجاه اللي هي اليونيتي. شو يعني الالفا باتجاه اليونيتي؟ يعني هل البول قريب للزيرو؟ صح؟ هل البول والزيروز قريبات من بعض؟ 1 اوفر تي 1 اوفر الفا تي حطها بواحد بيطلع فوق بعض صح؟ وبالتالي از الفا انكريز توورد يونيتي شو بده يصير بالفاي ام؟ بدها تقل باتجاه الزيرو ليش؟ عشان ما بيلحق يدخل تاثير مين؟ الزيرو الا البول صاحبنا داخل ورا بالتالي ما بعطيه نفس. هاي بالتالي التقويم اللي هون يا نشام اطلع وين على الفقر؟ فقر تحت ولا فوق؟ تحت. هون التقويم هاي كل ما هاي عباره عن اللي هي الفيز هون يا نشام انزلي على الفيز كل ما عباره عن كل ما قرب بصير ما يلحق ياخذ نفس الا غير لحقه هذا وعامل له ايش؟ اللي هي الفلات كيرف عامل الكيرف فلات وبالتالي ما بعطيه نفس انه يعطيه ايش؟ اللي هي انجل كبير وهذا ببين من هون هذا ببين من هون يا نشامة انه راح يطلع عندك الفاي ام ماثيماتيكلي برضه ايش؟ كلوز تو زيرو. اوكي وين كنا؟ ارجعي كل ما كانت الالفا قريبه لليونيتي فاي ام بتقل. اوكي يا نشامة وبالتالي اللي هي باتجاه الزيرو والجين بيروح باتجاه مين؟ الزيرو دي بي يعني بصير مينيمال changes. طيب كل ما كانت الالفا باتجاه مين؟ الزيرو. الفاي ام وين بتروح؟ عند ال 90 هذا ناقشناه في المحاضره الماضيه. واذا كبرت ما في عندك اوفرلابينج بتوصل لل 90 بس احنا قلنا لكم بالديزاين رح نشتغل على حاله مين؟ الاوفرلابينج اللي هي بيروح باتجاه ال 90 والجين بيروح باتجاه لارج فاليوز. اوكي وي كانت سبيسيفاي الجيم بس هون بنأكد على انه الفيز بيروح باتجاه 90 عشان قلنا لك الفيز بيروح لفاليوز بينما الجيم بيروح لسلوبس صح؟ بالتالي هون السلوب تبعنا ما بقدر اعطيه قيمه شنو راح يظل ماشي وين؟ فوق طالع فوق بناء على الديكيتز اللي عندنا. طيب هسه يا نشامه الليد كومبنسيتر اوكي يا نشامه بقول لك ديكريز ذا سلوب اوف ذا ماجنتيود اللي هي بلوت اللي هي الكيرف اوف ذا اوريجينال بلانت نير ذا جين كروس اوفر فريكونسي باي وات؟ باي 20 دي بي بير ديكيت. هسا انا عندي مفترضين انه الاصليه عباره عن مونيتيكالي ديكريز وجيت اعطيتها بلس 20 هل بده يقلل السلوب؟ يعني كان مثلا ماينس 9 ماينس 60
واعطيته بلس 1 بده يصير قديش؟ بده يصير ماينس 4. وبالتالي هذا شو بقلل لي؟ بقلل لي السلوب. وبالتالي قلنا لك السلوب هذا اوكي يا جماعه عند الاوميجا بي بحدد السنسيتيفيتي تبعت السيستم. حكيناها بالنقطه اللي بعد التاسعه، كان 10 وال11 في الشابتر الماضي، قلنا لك السلوب اوف ذا ماجنيتيود كيرف وين؟ عند الاوميجا بي صح؟ والسلوب تبع الفيس كيرف وين؟ عند الاوميجا جي. هذول بحدد السيستم سنسيتيفيتي. كل ما كان السلوب هذا كبير شو ماله؟ بصير الوضع خطير. اي تغييرات في الاوميجا جي او اوميجا بي لو كانت بسيطه يؤدي لتغييرات كبيره وين؟ بالجين مارجن والفيز مارجن. بالتالي السيستم سنسيتيفيتي شو بصير فيها؟ بصير عالي. اوكي ان شاء الله. شو ظل عندنا نقاط ما ناقشناهاش؟ انزلي. اوكي هسه اللي هي بدنا نفترض انه في عندي سبيسيفيكيشنز، وهي السبيسيفيكيشنز معطاه عندي ان تيرمز اوف فيز مارجن جين مارجن، هذول بخصوص ايش؟ بخصوص الترانزيت. وفي عندي ايش؟ كي في. في عندي كي في، يعني احنا مفترضين هون الكي بي او الستيل ستيت ايرور ديوت ستيب شو مالها؟ زيرو، مفترضينها زيرو. طيب هسه يا نجم اوكي، اول خطوه اللي هي بنلعب في الجين ادجستمنت، بقول لك الكي ديتيرمينيشن. اوكي بقول لك حدد الفاليو تبعت الكي ديتيرمين الجين كي تو ساتسفاي مين الستيدي ستيت ايرور. بالتالي متذكرين هذا اشتقيناه في الشابتر الماضي، مش رايد اشتقاقه الكي في نيو شو علاقتها مع كي في اول؟ كي سي في الفا، والله اشتقيناها مع بعض، متذكرينها ولا لا؟ متذكرين يا نشامه كي سي في الفا. بالتالي هون يا نشامه الكي في نيو يساوي الكي في اولد في الكي سي في الفا اللي هي الجين تبع مين؟ الكنترول. الجين تبع الكنترول، ارجع حتى اللي دبساته ميه، ارجع على قبل ما سوينا النورماليزد. وين راح الكنترولر؟ هي لا هي يوم نعطي الاوميجا بزيرو او الاس يساوي زيرو بصفي عندي كي سي في الفا صح؟ وبالتالي هذا كله اشتقيناه بس بدي عباره عن عارف دبساتكم ميه. فبالتالي ارجع محل على الديزاين ستيبس. بالتالي اول خطوه انزل انزل على الديزاين ستيبس، بنحدد اللي هي الجين حيث انه نعمل ساتسفاكشن لمين؟ للستيدي ستيت ايرور. اوكي نشامه اللي هي كي في نيو يساوي كي في اولد اللي هي تبعت البلانت في كي سي الفا. طيب انزل. اوكي نشامه منها بطلع مين؟ الكي سي الفا يساوي الريشيو بين مين ومين؟ الكي في ديزيرد اللي هي الجديده النيو مع مين؟ مع الكي في اولد. وهاي لازم تكون الكي او الكي سي في الفا اكبر من واحد صح؟ تخيل واحد بده يصمم او بده يحقق ايرور كونستانت وبده يطلع اقل من واحد، شو يعني قاعد فعليا هو بيساوي؟ قاعد بيزيد الستيدي ستيت ايرور، بنسوي له نصب تذكاري. اوكي على مدخل الجامعه يتدلل، بده الجنوبيه بده الشماليه بده عند السكوير عند الساعه، سوي له نصب تذكاري هذا، اللهم صل على النبي، عشان هذا عباره عن حاله خاصه، سبيشال كيس، حاله تستحق الدراسه. اعطيناه سيستم الستيدي ستيت ايرور 0.1 مثلا due to ramp input وبدي اسوي لي 0.5. اوكي بالتالي اذا عباره عن بدها تزيد ساعتها خلي السيستم على مين؟ على ما هو. اوكي يا جماعه بالتالي يعني هون الشطاره انك تحط الكي في ديزير زي ما اعطيتكم بالتاسك شو مالها؟ اكبر من مين؟ من الكي في بلان. اما اذا بتحط ليها اقل معناته قاعده بتخرب. هاي اكون يعني بدكيش تحطها اكبر، حطها نفسها قول ما بدي اغير عاجبيني. اما تحط لي اياها اصغر معناته انت ايش؟ اعطيناك شيء مرتب جينا تتكحلها قلعت عينها. تستاهل نصب تذكاري من الطراز الاول. طيب هسه بنيجي مع الجين كي هاي اللي دخلناها اللي هي كي سي في الفا. بنيجي بنرسم البود بلوت تبع جي 1. مين جي 1؟ اللي هي الجين ادجستد بات ان كومبنسيتد بلانت. لسه ما دخلنا الكنترولر وضحت؟ لسه ما دخلنا الكنترولر بس اخذنا البار تبع مين؟ الجين تبعه الجين ادجستد بات ان كومبنسيتد. بالتالي هون الكي سي في الفا سميناها كي بنيجي بندخلها على البلانت الاصليه. يا لطيف مات عندكم شي شيء هون الليزر هامل؟ بالمكتبه
انا قصدي هون ما فيش شيء بالبوكسات تبعتكم هذول. طيب يلا تعال 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 يلا اي على مكتبي اوكي جيبي اي ثينك ايو في عندي هيك زي صينيه شفافه بلاستيك جيبي منها اي ثينك هناك اوكي يا نشامه. بالتالي هون يا نشامه الكي حددناها بعدين بنضيفها على البلانت الاصلي اللي هي جي. ولا تنسى احنا كل الديزاين تبعنا مبني على مين؟ اي ثينك كتبناه في البدايه على اليونيتي فيدباك وقلنا لك هذا لا عباره عن ايش؟ يفقدنا الجنراليزيشن. لا يفقدنا الجنراليزيشن. اذا كان عندك اي شيء بدك تحوله بناء على البروسيجر السابقه اللي هي جي ام اللي جت هو الامتحان وعباره عن اسهل منها ما في. في ناس معقد الدنيا وراجع راسم لي الماينس 1 وال 1 انا هذا مش شرط اطالبه. انا ما علي غير تعوض الجي ام وتثبت لي بعد ما تعوض الجي ام انه هاي تطلع نفسها جي اوفر 1 بلس جي اتش. بس عباره عن هاي عملتها تريك حتى اشوف وين اللي عباره عن اللي بيطلع خارج الصندوق بليتل ليتل بيت مش خارج كثير بعيد عن الصندوق وبين اللي بضل بالصندوق. اوكي ان شاء الله. طيب بالتالي ان شاء الله رسمنا الجي 1 اللي هي البلانت الاصليه مضروبه في الجين اللي حددناهم وضحت. طيب بعدين اوكي ان شاء الله هاي هسه يوم رسمناها احنا ضفنا جين وجين اكبر من واحد معناته عملت لي شفت لمين؟ للماجنتيك بلوت لفوق صح؟ طيب شو صار؟ صارت الاوميجا جي شفتت يمين. طيب معناته شو صار عندي؟ هل الجين مارجن والفيز مارجن بدهن يقلن؟ الجين مارجن بيزيد. ليش الجين مارجن بيزيد؟ حسب المكان. ما هي اوميجا بي ثابته رفعناها لفوق. هو اصلا احنا قاعدين نفترض انه احنا شغالين بالمنطقه الستيبل اللي هي تحت ورفعناه معناته الجين مارجن ايش؟ بده يقل. وانا اوريدي رفعت مين؟ اللي صار عندي شيفتنج الاوميجا جي لوين؟ لليمين. انزل تحت شو بده يصير؟ هاي النقطة التاسعة حكيناها 100 مرة، شو بده يصير بالفيز مارجن؟ بده يقل. بالتالي هاي الخطوة أنا حققت من خلالها مين؟ الستيل ستيت بيرفورمانس. بس شو صار عندي؟ صار عندي دروبات وين؟ قلنا لكم دائما بالحياة ما في شيء ضربه بتيجي زي على مبدا مع الهبل دبل. دائما في عندك كومبرومايز تريد اوف بتظبطها من جهه بدك تخسر شيء. بالتالي دائما في مبدا المفاوضات والتنازلات. بدك تسوي شيء مرتب بيطلع حساب شيء ثاني. اوكي بدك تجيب علامه مرتبه عندي شو الاكسبنس تبعك؟ بدك تكون مركز معاي تقرا اول باول تكون الماده بليت الامتحان ريفيو. بالتالي في ثمن بدك تدفعه انك بدك تكون معي اول باول صح؟ بدكش عباره عن تدرس معي اول باول، بدك تريح حالك خلال السمستر، هيك عباره عن ريحت حالك نشوي. شو الاكسبنس اللي بدك تدفعه؟ بدك عباره عن يكون علامتك 2.5 و3.5 و5.5. اوكي؟ بالتالي بلغوا عندي اللي علاماتهم قليله هذول اللي اقل من خمسه يروح على التسجيل بوشهم. اكتبوا اللي علامته اقل من بلغوهم 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 اللي علامته اقل من خمسه هذا عباره عن ايش؟ طمس طمسه ما انا عباره عن يكون له اي لمسه بلكي ظبط لا شو امل ابليس بتجنن ما اظنش 2.5 و5 هذا شو بده عباره عن يظبط الا اذا حاشي حاله ايش؟ حاشي حاله حاشي بالجروب يعني خش مع جروب طيارين. اوكي بالتالي في واحد اجاني عباره عن بده يدخل سادس عشان مجموعته اللهم صل على النبي كلها من نفس الطينه. اوكي يا نشامه فبده يخش سادس مع جروب. قلت له ماشي بس في ظل عليه تاسك. قلت لهم ولا حدا بسيبه طلعوه منها. والشغله الثانيه عباره عن كانت مجموعتهم يمكن قبل شوي شفتوها هالقد. قلت لهم طباعه عليك كانوا يشكوا من حق الطباعه. قلت له الطباعه عليك لعاد بدك شيخ عرب الطباعه ماديا عليك انت بتتابعها وانت بتطبعها وبتكمل التاسك هذاك وانت محترم. تاسك نمبر عندكم 11 احنا ما بنستخدم سوري انتوا غير بالمودرن تاسك 11. قلت لهم هذا هو في تاسك ونص كان ضايلات. قلت له انت بتسويها. اوكي فبالتالي هون يا نشامه زي ما حكينا انه في عندي اكسبنس تو بي بيد. شو هو؟ انه عباره عن هون حسنت الستيل ستيتر بس خربت مين؟
فيز مارجن وجين مارجن، بس هذا كله الخراب مقدور عليه. اوكي يا شامة؟ وهون البريوريتيز انه اول شيء حطينا مين؟ الجين، وحسبنا الستيدي ستيت ايرور. شو الهدف منه؟ حتى تجيني بلانت اللي هي اسمها الجين ادجستد بتر كومبنسيتد اللي اضبطها وارجعها مضبوط وين؟ يوم اضيف الكومبنسيتر بولز اند زيروز، انه اخذ بعين الاعتبار الاثر السلبي، وبالتالي انا الرسمه تبعت البودي بلوت تبعت مين؟ جي 1 مش جي. لو حطيت جي معناته تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي، بالتالي انا هون حطيت جي 1، يعني كل المصائب تبعت السيتي ستيت ايرور هي عملتها مع مين؟ البلانت الجديده، وبالتالي هاي بدخلها على مين؟ على الليد كومبنسيتر، بكون ماخذ بعين الاعتبار الدمار الشامل تبع مين هذا، وبالتالي برجع لي اياه وبظبط لي اياه. بس تخيل لو عباره عن جيت حددتها بالاخير، اوكي، يعني اخرت الخطوه هاي لاخر شيء، شو بصير؟ بصير انا ظبطت الجين مارجن والفيز مارجن من خلال بول بصير تبع مين؟ الكنترول، وبعدين دخلت السيدي ستيت ايرور، هل بكون عباره عن دمر لي كل شيء بالسابق؟ بكون دمر لي كل شيء بالسابق، وبالتالي هون الاولويات هنا شامه، والبريوريتيز والستبس مهمه جدا في عمليه الديزاين، مش عباره عن والله انا هون عندي خطوه هاي خطوه، لا خلص بدل وغير، قولوا غير هنا شامل، الخير بغير وبدل، لا هون ما في عباره عن خير، هون في عندك بروسيجر بدك تكون مدروسه بعنايه حتى ايش؟ حتى ما يصيرش فيها امباكت، نيجاتيف امباكت على الديزاين. طيب هسه بقول لك بعد ما رسمناها، اذا الجين ادجستد بارتر كومبنسيتد، وضحت هاي الخطوه هاي مهمه جدا اللي هي جي 1 اللي هي الجين كي تبع السيتي ستيت مع البلانت الاصليه. If the gain adjusted but uncompensated the EG1 does not satisfy the phase margin with phase margin with gain margin. اوكي نشامة، معناته ايش؟ بدنا نشوف الفيز مارجن اللي عندي تبع البلانت هاي. بنشوف ايش؟ الفيز مارجن. بدنا نشوف قديش نشامة عندها الفيز مارجن. طبعا اذا ما سوت معناته الفيز مارجن اقل من الديزيرت ولا اعلى؟ شو رايك يا نشامة؟ اذا ما حققت شو رايكم؟ هل احتمال يكون مين منهم مضبوط؟ هل الفيز مارجن للجي 1 راح يكون اقل ولا اعلى من الديزيرت؟ ها؟ والله شباب عوف مره، الظاهر تاثير المشروع، لكون صحيح امبارح للساعه 2:00 اوكي ان شاء الله، احنا قلنا لكم كل ما زاد الجين مارجن وكل ما زاد الفيز مارجن، مش احنا بنحب هذا الحكي؟ بالتالي اذا كان الجين مارجن احسن معناته نور على نور، في داعي نكمل؟ اوكي، انا دائما بتعامل مع الاثار السلبيه، هون الاصل انه يكون كوني رفعتها، مش قلنا لك قل الفيز مارجن وقل مارجن، وبالتالي الاصل هون انه يقل عندي فيز مارجن عن الاصل عن الديزيرت، وبالتالي ممكن هذا الفيز مارجن يكون 20 درجه الاكتوال والديزيرت 45 ديجريز، اما مستحيل يكون ايش؟ بالشقلوب، طب ليش اكمل؟ إذا بيشكلوه معناته ما في داعي تكمل، أوكي إن شاء الله. طيب معناته بدي أحدد الفاي أم الخطوة اللي بعديها. بدنا الفاي أم، هاي المصطلح أي ثينك مر معنا نفسه، الفاي أم اللي هو نفسه في الليد في الروت لوكس ولا لا؟ إيش كان الفاي أم اللي هي تبعت الروت لوكس هذا اسمها فاي أم؟ الأنجل ديفيشنسي، اللي هي كانت مين بالروت لوكس؟ كيف شو كان تعريفها؟ شو كان عبارة عن الفاليو تبعتها؟ كيف نحسبها؟ هي ما بين الزيرو الفاي ام شو كانت؟ 180 ناقص ايوه اللي هي ايش؟ 180 ناقص الجي بي عند مين؟ عند الديزيرت فاليو صح؟ اوكي يا جماعه، بالتالي هذا هو كان نحسبها هناك حسبه اللي هي ديفيشنسي، الفرق بين مش قلنا لكم اذا كانت الاس دي واقعه على الروت لوكس معناته قديش الفاي قديش الانجل هنا؟ 180، واذا كان مش واقعه معناته بدنا متبرع كريم، مين هو؟ الكومبنسيتر الكنترولر. هاي الفرقيه كنا نحسبها اللي هي الفرق بين ال 180 و او الاود ملتبلز منها مع مين؟ مع اللي هي ايش؟ مع اللي هي ال 180 مع اللي هي الاكتوال، وبالتالي بنحسبها. هون حسبتها غير، بقول لك بدك تحسب الفاي ام من الفيز مارجن. اوكي نشامه؟ That to be added to the اللي هي to the system from the phase margin specifications. طيب هسه بنقول الفاي ام شو تساوي؟ الفاي ام اللي بدي اضيفها، في عندي انا ديزيرت صح؟ وفي عندي اكتوال اللي حسبناه هون طلع معي هون ايفالويت، هذول يوم نطرحهم
هل عبارة عن بعطيني الفرقية بالديها؟ في عندي desired value هاي phi m desired وفي عندي actual اللي طلعناه هون. أوكي؟ هل الفرقية بينهم بعطيني deficiency؟ بس هذا deficiency مش راح يكون كافي. بنطبش عليها مين؟ تطبيش زي ما تروح تشتري من البياع عبارة عن على الوزن القديم أيام زمان. أوكي؟ تيجي تشتري لك رز ولا سكر أيام زمان مش في عندهم هذا بصير شو اسمه؟ عبارة عن بيجي بحط لك تشتري منه 10 كيلو بحط لك 10 ويزيد لك فوقها 100 جرام حتى ما يطلعش ايش؟ من قوم سيدنا شعيب. اوكي نشامة؟ اوكي شباب؟ بالتالي هون بطبش عليها ايش؟ اللي هي 5 to 12 degrees. طيب ليش؟ هنشوف هاي التطبيش ليش؟ بقول لك هيها add additional 5 to 20 degree 12 degrees ليش؟ to that اللي هي phase leader curve because the addition of the lead compensator شو بسوي لي؟ بيعمل لي شيفتنج لمين؟ للجين كروس اوفر تو ذا رايت اند ديكريز مين؟ اند ديكريز الفيز مارجن كونه بضيف لي اياها هذا بضيف بقلل لي الفيز مارجن كونه عمل شيفتنج للفيز كروس اوفر لوين؟ اوكي نشام الجين كروس اوفر لليمين بقلل لي الفيز مارجن بالتالي هاي التطبيشه عباره عن اللي هي حتى ناخذ بعين الاعتبار اللي هي النيجاتيف امباكت تبع الشيفتنج تبع مين؟ الاوميجا جي وين؟ لليمين اوكي نشامة. طيب بعد ما هاي حصلنا على الفاي ام متذكرين الفورمولا قبل شوي اللي قلنا لك تربط بين الساين فاي ام والالفا معناته انزل بالله انزلي هاي قلنا لك الالفا تساوي مين كان قبل شوي بس مش مكتوبه اكسبلسيتلي زي كانت ساين فاي ام يساوي 1 ماينس الفا على ايش على 1 بلس الفا هاي انا ذا فورمولايشن وهاي الستريت فورمولا وهاي بدك اياها الفا 1 ماينس ساين فاي ام على 1 بلس ساين فاي بالتالي من هون نحسب ايش نحسب الفا اللي هي الاتنويشن فاكتور كم ليش سميناها اتنويشن عشان اقل من 1 وبالتالي معناته هل هون نشامه اول فاكتور او اول تير من الكنترولر فرط اوكي وقبلي شو كان فرط اطلعي لي فوق والله قبلي فرط هون شو ايوه كي سي في الفا طيب اذا كي سي في الفا كانت فارطه هون بس مش قادرين نحدد كانت لتو فاريبل صح وهون فرط قبل شوي هسه الفا معناته هل تو فاكتورز من الكنترولر 3 تيرمز 2 تيرمز ذي ار سبيسيفايد ولا لا قبل شوي فرط الفا وهون في البدايه كان فرط كي سي في الفا بس انا ما كنت قادر اقول الفا ولا كي سي قديش عشان ايش ذي ار 2 هون الفاليو هاي اللي هي كي فور ذا 2 بالتالي ما كنت اقدر اقول لا كي سي قديش ولا الفا عشان انا مش عارف الفا بالتالي كونها فرطت قبل شوي الفا وهون عندي كي سي في الفا معروفه معناته هل فرط كي سي والفا صار النول معناته هاو ماني تيرمز اوف ذا 3 تيرمز كنترولر ار ناو سبيسيفايد 2 ظل علي مين ظل علي الثالث اللي هو مين اللي هو تي مش قلنا لك ارجع للكنترولر ارجع للكنترولر ترانسفير فانكشن فوق ارجع فوق ايوه ارجعي وين راح؟ هي هافو هي النشامه شو مالكم ناسينه؟ عندكم التي والالفا والكيسي بالتالي هون فرط عندي في اول خطوه كيسي الفا كومباين بس ما كنت قادر احدد بالخطوه الثانيه فرط عندي الفا كون فرطت عندي الفا برجع للخطوه اللي قبليها بحدد مين؟ الكيسي بالتالي كيسي والفا صار سبيسيفاي مين ضل عندي؟ هيو ما في عندي غير تي 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 اوكي نشامة او على نظريتك قلماني مش بقول لك ترش رش تي 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 وبصر شو بالتالي هون نشامة صفى عندي ضايع عندي ما ظل عندي غير البارامتر اللي هو تي انزلي محل ما كنا اوكي لا وين اوكي هسا بدنا نروح نحدد اوميجا جي احنا هون وقفنا اشوف ايوه مظبوط اوميجا جي ديترمينيشن هسا هاي بدنا نروح على اللي هي الماجنيتيود بلوت بدنا نروح على الماجنيتيود بلوت اوكي نشامه ونحدد فريكوانسي جديده اللي هي اوميجا جي جديده اوميجا جي نيو هاي كيف احددها؟ هاي بقول لك الفريكوانسي اللي عندها الماجنيتيود بلوت للانكمبنسيتد اللي هو الجين ادجستد بس انكمبنسيتد شو يساوي؟ 20 لوج ماينس 20 لوج ال 1 اوفر الفا طيب ليش هاي الحركه؟ يعني انا عندي هيك انا
جايين من بلاده من زمان من جمعته ما سمتش شنو هذول كله فاتح هذا الله الله يعينهم اللي بكتب ليش عندي نشامة لو كانت الماغنيت البلوت زي هيك بعدين هيك بعدين هيك بعدين هيك اوكي بقول لك تعال على الماغنيت البلوت وحدد لي الفريكوانسي اللي عندها الجين هذا عبارة عن ايش؟ ماينس 20 لوج مين؟ 1 اوفر 1 سكوير روت اوف الفا صح؟ طيب هاي الحركة شو الهدف منها؟ ارجعي للفيجر تبع الكنترولر ايوه مش قلنا يا نشامة قبل شوية انه عند الفاي ام انا يوم اخذت الفاي ام انا هون بالخطوة هاي حسبنا قبل شوي انه ناخذ ماخذ الفاي ام كومبليتلي وطبشت عليها تطبيش صح؟ طيب عند الفاي ام شو النيجاتيف امباكت تبعي؟ هل انا قاعد عند الفاي ام حكيناها فيها قبل شوي قديش قيمة الماجنيتيد بلوت؟ 20 لوج 1 اوفر سكوير روت اوف الفا معناته انا ضربت ضربة استباقية ما خليت الاوميجا يجيب محلها عشان لو خليت الاوميجا يجيب محلها الكيرف كله ايش؟ راح يرتفع واوميجا جي راح يصير وين؟ شيفتد تو رايت وبالتالي نشامة هون انا ضربت ضربة استباقية كونه عندي الكنترولر بيعطيني 20 لوج 1 اوفر سكوير روت اوف الفا جيت ايش؟ جيت ضربة استباقية رحت حددت هاي النقطة حتى يوم اضيف الكنترولر تصير هاي النقطة شو مالها؟ ماي نيو اوميجا جي بالتالي هيك بكون انا اخذت هل بكون اخذت الفاي ام كلها؟ بينما لو ما حددت هاي وضفت اوكي نشامة بناء على هاي الاوميجا جي راح يصير شيفتنج الاوميجا جي اليمين وبالتالي انا ايش؟ انا بالحالة هاي ما راح اخذ الفيس كامل راح اخذ منه على الجزء اللي هو ليس ذان اللي هي الفول فاي ام وضحت يا نشامة بالتالي ارجعي لي محل ما كنا بالتالي هون لا وين ما كنا وين اوكي هون ماشي بالتالي حددنا الفريكوانسي اوميجا جي نيو هاي سميناها ايش؟ اوميجا جي نيو اوكي بخلص الشرح هسه ان شاء الله اوميجا جي نيو اللي عندها الجين ماينص الجين تبع مين؟ الكنترول بالتالي هاي يا نشامة الاوميجا جي نيو حددتها اوكي مجرد ما حددتها اللي هي هايها وبقول لك هاي عبارة عن الاوميجا جي نيو هل لازم تكون نفسها هي اوميجا ام حتى اخذ الفيس كامل؟ وين الفاي ام بتحصل؟ عند اوميجا ام بالتالي ارجعي لي مرة ثانية للفيجر هذاك المهم والمرتب وابن الناس هاي مش قلنا الفاي ام وين بتحصل؟ عند اوميجا بالتالي هاي الفاي ام او الاوميجا ام حتى اخذ الفاي ام بدي اسويها بمين؟ بهاي وبالتالي يوم اضيف انا بثبت هاي اوميجا جي بالتالي بكون اخذت الفاي ام كومبليتلي وما صار في عندي شيفتنج لمين؟ لا اللي هي فيس ما اخذت جزء منه اخذته كامل مكمل وضحت؟ وضحت يا نشامة؟ لو ما حسبت الخطوة هاي الاستباقية يعني لو خليته وضفت قلت اوميجا ام يساوي اوميجا جي اول شو راح يصير؟ راح يصير هذا شيفتنج صارت اوميجا جي وين اكبر بالتالي بكون انا اخذت هون على ميمنة مين؟ بكون الفيز الفاي ام ما اخذته كامل بكون اخذت منه جزء ممكن يكون 60% 70% وبالتالي بكون حتى مع التطبيشي هل حققت الجول تبعي؟ لا وبالتالي حتى اكون دائما شغلي مرتب اجيت اخذ هاي الفاي ام حسبناها وبعدين هذا الكنترولر جين بوزيتيف بالتالي هذا بوزيتيف كونتريبيوشن قلنا لك هذا نيجاتيف امباكت صح في الخطوه التاسعه بالتالي بدي الغيه كيف بدي الغيه؟ بدي اروح على الماجنتيك بلوت اشوف وين الفريكونسي اللي عندها الجين قديش ماينس الجين تبع مين؟ الكنترولر عند الاوميجا وبالتالي هاي نشامة الاوميجا جي هاي بدي اسويها بمين؟ بالاوميجا عم اللي هي يوم احصل عندها الفريكونسي اللي باخذ عندها الماكسيمم فيز بالتالي هيك يوم اضيف الكنترولر فعليا هل هاي راح تصير عباره عن اوميجا جي نيو ولا لا؟ شنو هذا الفيز الماجنتيك بلوت راح يرتفع بنفس المقدار وبالتالي يكون وضعنا تمام وضحت يا نشامة؟ واضح يا شباب؟ اي سؤال؟ لا
اي سؤال؟ اذا ما فهمت مني هسه عمرك ما بتفهمها. اوكي يا نشامة؟ طيب خلينا نشوف وين في الفقرات مطلع على انزلي بالله. هسه حكيتها قبل شوي انه في عندي ملاحظة انه 20 لوج ال 1 اوفر سكوير روت الفا هي عبارة عن ابروكسيميشن. اوكي يا نشامة؟ لسمولر فاليوز. هاو هاوفر ايش يا نشامة؟ الاكشوال فاليو اكبر. الاكشوال فاليو اوكي يا نشامة اللي هي تبع الماجنيتيود اكبر من هاي. اكبر من هاي بناء على سمتوتك، بالتالي الاكتوال بيكون ايش؟ اكبر. عشان هيك احنا ضفنا مين؟ ضفنا التطبيشه. عشان هيك يا نشامة ضفنا احنا التطبيشه اللي هي على اللي هي 5 تو 12 اللي هي ديجريز، وبالتالي يا نشامة الخطوه الاخيره اللي هي ايش؟ الاوميجا جي ديترمينيشن بنسويها باوميجا ام ومنها بنطلع مين؟ التي. وهاي الخطوه اصلا ممكن نطلعها في السابق بعد ما طلعنا مين؟ بعد ما طلعنا الالفا، بس انا ما خلينا هون حتى اخلص من مين؟ من البول والزيرو تبع الكنترول. اي سؤال؟ شو في تحت اكزامبل؟ اوكي هذا الاكزامبل انتم بتقروه مش انا اشوف. هي عندك كل شيء بالتفصيل، اذا فهمت علي هون كل شيء عباره عن ايش؟ عباره عن كون وضعك تمام التمام. وضحت يا شباب الديزاين تبع الكنترولر؟ اللي هو الليد. الليد مبني على اساس ايش؟ قلنا لك الليد يوم نتفرج على الفيجر في عنده كله شيفتنج اب. ليش ضايع؟ دقيقتين. طيب ليش خلص؟ دقيقتين تيم بدك يم فصل كله هذا ومنتج سبقه واحنا نطلع من هون عمالك شوي. اوكي بالتالي هون الدقيقتين قصدي الدقيقتين النقطتين خربطتين النقطتين انه دائما الليد كومبنسيتر برفع فوق بالجهتين. بالتالي حكينا زمان في النقطه التاسعه انه في عندي الرفع لفوق اوكي نشامة بالفيز بوزيتيف بالماجنيتيود نيجاتيف امباكت. اوكي بالتالي انا هون هاي النيجاتيف امباكت تبع الماجنيتيود لابد ما اخذ لها كاونتر اكشن. شو الكاونتر اكشن؟ هي اجيت على الماجنيتيود شفتها وين وسويت هاي الاوميجا جي هون بربط ما بالدار سويت هاي اوميجا جي الجديده وهاي اوميجا جي الجديده هي سميتها مين؟ اوميجا ام اللي عندها مين؟ اخذنا الماكسيمم فيز اللي هو فاي ام. وبالتالي هيك بيكون وضعنا بالديزاين تمام التمام. بالتالي هون عندنا احنا كل مبدا اللي تكون كومبنسيتر مبني على اساس انه الاديشن او اللي اضيف على السيستم ايش؟ بوزيتيف فيز. بالتالي كله مبني على اساس الفيز بلوت. بس هذا الحكي لا يرافقه زي ما حكينا قبل شوي لا يخلو من منغصات. مين المنغصات؟ الماجنيتيك بلوت اللي بوزيتيف. بالتالي هذا ما بدي اياه. كيف لغيته؟ هاي الخطوه هي اللي لغته. لو ما سويناها عباره عن كان عباره عن تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي حطيت عباره عن بدك فاي ام مثلا 45 ديجريز حتى مع التطبيشه يمكن يطلع اذا كان عندك الديزيرت فاليو 50 ديجريز للفيز ماجن اذا خليته على القديم بدون ما تاخذ هاي يمكن يطلع ولا 50 ديجريز. بالتالي كل شغلك شو مالك؟ عظم الله اجركم. وضحت يا نشامة؟ هذا عبارة عن شرح كامل ومفصل ضمن الخطوات اللي بين ايديكم. وبالتالي يا نشامة ايش؟ هون بضل عندك الاكزامبل والمحاضرة الجاية شو؟ بيكون عبارة عن اللي اخر شيء اللي هو مين؟ اللاج كومبنسيتر. طيب ما بدي تكون لحد اوكي؟ اعملوا استطلاع متى بحبوها الشباب ممثلة هل عبارة عن مناسب لهم السبت بدي أخلص المادة قبل الأحد أو الخميس. شوفي لي السبت والخميس آخر محاضرة عشان أخلص من مين يعني أحد وثلاثة ما في لا مش راح أعطيكم خلص بدي أخلص المادة أسبوع عشان ترتاحوا مني وأنا أرتاح أوكي فبدي أخلصها يا يعني إما عبارة عن لحد عندي عبارة عن اللهم صل على النبي.